بالنظر إلى الخلف سوف تدرك كم أننا جيل محظوظ. ففي خلال 100 عام ماضية تم اكتشاف علاج أخطر الأمراض، ثم اخترعنا السيارات والطائرات، واكتشفنا الطاقة النووية، وأرسلنا إلى الفضاء أقماراً اصطناعية، وسرنا على سطح القمر. اخترعنا الكمبيوتر والهاتف، وظهر الفيسبوك وإنستغرام وتويتر، واختفت بيننا المسافات، وصرنا أقرب إلى بعضنا البعض، أقرب من المعتاد. وبعد عدة أعوام سيصير كل شيء في حياتنا متصلاً بشبكة الإنترنت. أليس بهذا الشكل يجب أن يكون العالم مثالياً؟ ما حدث عكس ذلك تماماً، وكانت هنا البداية. حدثت أزمة اقتصادية عام 2008 هزت العالم أجمع وأفلست الدول، وغرقنا في الاكتئاب، وصار القلق المرض الثاني على مستوى العالم. ثورات وحروب وجوع في كل مكان حولنا. لاجئ الحروب في كل الدول، البشر صاروا مرعوبين من العالم الذي صنعه. ومن هنا كان لابد أن تحدث وقفة، لابد من وجود أصوات تنادي بنا للعودة إلى الطبيعة التي خلقها الله تعالى. هيا بنا نبحث لماذا ارتفعت درجات الحرارة. امنعوا قطع الأشجار، وامنعوا الصيد الجائر، هيا بنا للعودة إلى الشجرة الأصلية التي خلقها الله. كلنا أولاد آدم، نحن في احتياج شديد إلى التأمل في الطبيعة وفي خلق الله بعيدا عن الهاتف والكمبيوتر. نبحث كيف علينا أن نحل مشكلاتنا بطريقة سليمة، نعود إلى الله تعالى بعد هذا البعد. نستمع مثلا إلى القرآن الكريم، ونبتعد عن المهاطرات التي طالت آذاننا هذه الأيام. نأكل أكلاً صحياً، نلبس لباساً جميلاً مهندماً، نذهب إلى البحر ونتأمل. نعود إلى العالم المثالي، إلى حضارة قديمة كانت تصدر إلى العالم منتجاً مختلفاً. قصة عجيبة للأسف انتهت نهاية غريبة لا تليق مطلقاً مع قوتها وتاريخها. الحضارة ليست مجرد آثار ومعابد، بل أدب وفن وفكر وأسلوب حياة. في مصر القديمة أجدادنا عرفوا أن الخيال هو المفتاح، كما يقول المثل الحدود هي السماء. قاموا بإزالة كل سقف فوقهم، نظروا إلى الكون بدون نظارات شمسية، بخيال غير محدود. ولهذا تركوا حضارة نتفاخر بها الآن، وتركوا لنا أيضا مفتاحا من الممكن أن نفهم يوما ما من الأيام. هذا المفتاح ستجدونه في كل مكان، على التيجان، على الأعمدة، في أيديهم، في المقابر. هذا المفتاح هو زهرة زرقاء، زهرة اللوتس. وجد هذا النبات في مقابر حقيقية في زمن الأسرة 18، كانوا يضعونه في توابيت الدفن، قام العلماء بتحليله حتى يتأكدوا من تأثيره. كان المصري عن طريق شم اللوتس أو شربه يفتح الباب لخياله، يسافر إلى ذاكرته القديمة التي لم يرها من قبل. خبرات وتجارب أجداده المكونة
في خلاياه منذ أيام سيدنا آدم. لك أن تتخيل إنسانا يملك أرشيف الإنترنت كله في دماغه، كيف من الممكن أن يكون؟ كان المصري ببساطة سابقا لعصره، لأنه يبدأ من حيث انتهى أجداده. كانت زهرة اللوتس تؤثر على جزء غامض في المخ، ظل العلماء يدرسونه لسنوات حتى يعرفوا سبب وجوده. إنه عبارة عن غدة في الدماغ في حجم حبة الأرز، شبيهة جدا بعين حورس. تطابق كامل في الرسم، من المستحيل أن تكون صدفة. وتنشط هذه الغدة عن طريق اللوتس الأزرق وشعاع الشمس، فينطلق الخيال. أنتم على علم أننا قدمنا للعالم فقط مجموعة من الأهرامات والفلك، لكن لا تعرفون أننا قدمنا إلى العالم ما هو أعظم من ذلك بكثير. قدمنا الضمير. كانت هناك وثيقة حقوق إنسان ضمنت للمصري القديم أن يعيش في حرية وعدالة وكرامة، وقانون يبعده عن الفوضى، قانون يسمى ماعت، يتجسد في امرأة جميلة على رأسها ريشة تخلعها وتضعها في كفة ميزان الحساب، وتضع قلب الميت في الكفة الأخرى ويجيب الميت: لم أسرق، لم أظلم، لم أعتدي، لم أتسبب في الإرهاب، لم أرتكب الزنا أو الاغتصاب، لم أتخذ إلها عبثا، لم أؤذي حيوانا، لم أتصنت، لم ألوث مياه النيل. 42 سؤالا يجب أن يجيب عنهم المصري القديم حتى يتبين أنه يستحق لقب إنسان. لك أن تتخيل أن كل هذه المبادئ والقوانين والقيم كان المصري القديم يعيش عليها ويتربى في ظل ما كان العالم كله يسكن الكهوف والغابات. حتى وصل الرومان إلى مصر، كانوا مثل أي محتل، كان لابد أن يهدموا هذه الدولة العظيمة حتى يستطيعوا السيطرة عليها. والحرب بدأت بنبات اللوتس، جرفوه وحرقوه، وتدريجيا فقد المصري خياله، وانتهت الحضارة وانهارت أعمدة الكرنك، ونسينا يوما قيل فيه عن مصر: كل شيء يخشى الزمن، لكن الزمن يخشى الأهرامات. لم يعد أمام أحد إلا أن يفيق إلى نفسه ويرجع إلى ربه، وأن يفكر في مشكلاته بعقلانية، وأن يعود إلى فطرته. في النهاية، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بقناتنا لمتابعة المزيد من المقاطع.